مساء الخير سيد أحمد. بداية سيد أحمد، تكررت مسألة نبش القبور والاعتداء على حرمة الميت من قبل الطائفة المعروفة بغلوها، لو تحدثنا كمدير لهيئة الأوقاف حول هذه النقطة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير على قناتكم قناة التناصح، بارك الله فيكم وعلى كل المشاهدين لهذه القناة التي تنقل الحقيقة للمواطنين في أنحاء بلادنا الحبيبة. حقيقة الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تتبرأ من مثل هذه الأفعال التي تقوم بها بعض الطوائف التي تحمل أفكارا متطرفة. وفي الحقيقة هذه الحادثة التي حدثت في الأيام الماضية في منطقة قصر خيار واستاء منها أهالي المدينة، واليوم بفضل الله قمنا بزيارة أهالي المدينة وأعيان المدينة ووقفنا على الحدث الذي حصل من نبش القبور والاعتداء على رفات الميتين بها ونقلها إلى مكان مجهول، حيث علمنا أن الاعتداء على القبور كان بعد الثانية عشر الساعة عند الساعة الثانية عشر ليلا، وهذا مما يجعل أنهم يخفون مثل هذه الأعمال، لأنهم قد يكونوا أنهم قد علموا أن أعمال مشينة ولا وأعمال يعني لا تمت إلى الأخلاق بصلة، ولذلك هم يفعلونها ليلا وخفية، وذلك لأنهم يعرفون أنها أعمال قبيحة وسيئة لا تمت إلى ديننا بصلة. ولذلك فإن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية قامت اليوم باعتذارها لأهالي هذه المقبرة وأهالي المنطقة، وتبرأت من مثل هذه الأفعال، حتى وإن كانت المقبرة يوجد بها خطأ في يعني مكان تواجدها في قبلة المسجد أو قبلة البيت المسجد، فإن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ترجع الأمر إلى أهل الاختصاص وأهل الفتوى وتقوم بمعالجة هذا الأمر في وضح النهار. طيب سيد أحمد، أما أن تقوم بتخريب القبور بدون علم الأهالي وفي منتصف الليل تتبرأ منه الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية وستتخذ الإجراءات اللازمة حيال المكتب الذي لم يتخذ أي إجراء في مثل هذه الحادثة، ولم يتجاوب مع أهالي المنطقة، ولم يقدم شكوى إلى الجهات المعنية في منطقة قصر خيار. ونحن حقيقة كهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية نعتز ونفتخر بمثل هذه المنارات التي تحفظ القرآن الكريم، التي تسير على ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا، هذه المنارات التي تزرع الأخلاق الفاضلة والتي يعني تدرس القرآن الكريم حفظا وتلاوة وإتقانا، هذه المنارات التي تربى فيها الأجيال السابقة الذين يحملون يعني فكرا وسطيا ودينا سمحا وأخلاقا فاضلة، تجمع الكلمة وتوحد الصف ويعني تؤلف بين القلوب. طيب سيد أحمد، عديد الفتاوى والمقالات نشرت عن دار الإفتاء والتي حرمت نبش القبور والاعتداء عليها، ولكن هذه الأعمال لا تزال مستمرة حتى الآن، يعني ألا تعتقد بأن هذا الشيء يحتاج ربما إلى جهد دعوي؟ فهل قمتم كأوقاف بشيء من هذا القبيل مثلا؟ نحن حقيقة قد يكون هناك يعني بعض القصور يعني في مسألة الدعوة وإيصال الدعوة، إلا أن هناك يعني طرف لا يقبل منك كلاما ولا يعني يستمع إليك، ولكن نحن سنقوم يعني بمعالجة مثل هذه الأمور، ونحن نتبرأ إلى الأهالي ونعتذر إليهم مرة أخرى لاعتداء هؤلاء الأشخاص على رفات الميتين في قبورهم، ونحن كهيئة عامة للأوقاف والشؤون الإسلامية لن يعني نسكت عن مثل هذا الأمر، وستتخذ الإجراءات في الأيام القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى، بحيث يعني تحترم يعني دار الإفتاء وفتواها في داخل البلاد، ويعني تحترم قرارات الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، وكل من يخالف تعليمات الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ستتخذ يعني ضده الإجراءات المالية والإدارية، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون لنا في الأيام القادمة يعني تفصيلا لبعض الأمور، ويعني ستكون هناك إجراءات حاسمة
الحاسمة في بعض المساجد وفي بعض مراكز التحفيظ التي يعني لا تسير على تعليمات الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية. وما هدف الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية إلا يعني لتوحيد الكلمة داخل البلاد ويعني لجمع الكلمة ووحدة الصف والتآلف بين الناس، لا كما يحدث في مثل هذه الأيام من تلك الطائفة أناس يحملون فكرا يؤدي إلى تشتت البلاد واختلافها وتنازعها وتفرقها، وهذا ما ننبذه ونتبرأ منه. فنحن ندعو إلى وحدة الصف وجمع الكلمة، وكفانا وكفى بلادنا ما بها من تفرق وتمزق وتشتت، فعلينا أن نوحد صفنا. وعلى كل المكاتب في جميع المدن، مدن بلادنا الحبيبة، أن تسعى إلى رأب الصدع وإلى وحدة الصف. طيب سيد أحمد، دعني أنقلك إلى ملف آخر وهو ملف مكتب أوقاف مدينة زليتن. لو تحدثنا عن أشكالية التسليم والاستلام بين المكتبين وعن صرف مستحقات المحفظين والخطباء والأئمة لمدير المكتب الجديد، كيف تمت هذه الإجراءات؟ حقيقة يعني ما حصل من المدير السابق لمكتب أوقاف زليتن ويعني من يلوذون به من يعني أناس قد أغلقوا المكتب ويعني أغلقوا المكتب واحتفظوا بالمنظومة المالية داخل المكتب. ولذلك نحن عبر قناتكم نحمل المسؤولية الكاملة لعميد البلدية المكلف ولمن قاموا بإغلاق مكتب زليتن بأي أسماء تسقط من المنظومة المالية، لأننا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل بعض الموظفين داخل القسم المالي بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية حاولنا أن نسترجع أسماء الموظفين وأسماء العاملين بالمساجد، وقد قمنا فعلا يعني بالأسبوع الماضي صرف مرتبات الموظفين بمكتب زليتن، وكان ذلك عن طريق المدير الجديد المكلف نصر الدين الدريوي. ونحن الآن في هذا اليوم تحديدا قمنا بسحب يعني مرتبات ومكافآت العاملين بالمساجد، إلا أننا لا نتحمل سقوط أي أسماء سقطت من المنظومة المالية ولا نتحمل أعباءها المالية، بل يتحملها من أربك المشهد وهو المدير السابق الذي لا يعني ليس لديه صفة الآن وليس له يعني أي صفة عندنا بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، ليس هو بموظف عندنا ولا هو مدير مكتب. ونحمل المسؤولية أيضا لعميد بلدية زليتن المكلف الذي ساعدهم على ذلك ويعني أعطاهم مسوغا لإغلاق المكتب. طيب. ونحن من خلال قناتكم أن كل الخطباء والمحافظين والوعاظ والقيمين والأئمة عليهم أن يأخذوا تعليماتهم من مكتب زليتن أو من مدير مكتب زليتن الجديد نصر الدين الدريوي، وأي إعلانات أو أي تعليمات لا تكون موقعة من نصر الدين الدريوي فإنها غير معترف بها بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، ويعني لن تصرف المكافآت والمرتبات إلا عن طريق مدير مكتب زليتن الجديد وهو نصر الدين الدريوي. ولذلك يعني الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية من باب حرصها على إيصال الأموال إلى أهلها والحقوق إلى أهلها عملنا حقيقة، وهذا يعني ليس مجاملة، صباحا ومساء حتى يعني نتمكن من صرف المرتبات والمكافآت لأهلنا ولخطبائنا ولأئمتنا في مدينة زليتن. سيد أحمد، دعني أسألك سؤالا ربما يكون حساسا بعض الشيء، هل هناك متعاونون مع هيئة الأوقاف التي ترأسها حضرتكم قد تشبثوا بالمدير السابق لمكتب أوقاف زليتن؟ نحن لم تصلنا أي اعتراضات من أي يعني خطباء وإما، وإنما يعني هم مجموعة قد يكونون يعني منتسبون لأجهزة أمنية ليس لهم صلة بالأوقاف، ويعني قد يكونوا يعني يحملون فكرا معينا، وهذا لا يعنينا من الأمر في شيء، وإنما أغلب أهالي مدينة زليتن ونحن لدينا شكاوى وقوائم يعني وقعت على يعني أنهم مع مدير مكتب أوقاف زليتن الجديد وأنهم أيدوا هذا القرار
ومع ذلك كله فهذه أمور إدارية تختص بها سيد أحمد ضيق الوقت. سيد أحمد هل تسمعني؟ نحن نراعي المصلحة سيد ونقدم أحمد. مصلحة بلادنا وأهلنا في مدينة الزيتون، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.